السلام الخوت، مرحبا بكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله. اليوم هادي تقريبا عندي يومين هنايا فواحد العروبيه هنايا في البيرو. اليوم ان شاء الله غادي نكمل الطريق ديالي. العروبيه كيف ما كتشوفوا غير الخلا، ما كاين والو. حتى الحانوت ما عندهمش هنا، الحانوت ما كاينش. بغيتي شي حاجه خاصك تعيط هادوك صحاب الترونسبور اللي كيوصلوا لهنا العربيه، هما اللي كيجيبوها لك، يجيبوها لك من المدينه. المدينه بعيده بشي 3 سوايع ونص. هنا ما عندهم لا حانوت لا حتى شي حاجه، والاغلبيه ديال الناس هنايا سواج كيخدموا في كيوم التشاكره، كيخدموا تما في الفلاحه، كيخرجوا من الصباح وما كيجيو حتى الليل. كما كتشوفوا هنايا عندهم الماء، داك الشيء باش الدنيا هنا خضراء. هادي الساقيه اللي دايز منها الماء، بغيت نتمشى شويه حتى تما لتحت، ولكن ما فهمتش الارض ديال الناس هذه. يقدر شي واحد يشوفك يقول لك شنو كدير تمايا، المهم غادي نصغي حتى لهنايا وغادي نرجع. كيما كتشوفوا الدنيا راه خضراء، كاينين الجبال، والمدينه اللي غنمشي لها اليوم تمايا عرفت شنو، غير الصحراء اللي داير بها، داير بها بحال الجبال ديال الصحراء. نوريكم الدار اللي ريحت فيها هذه يومين. ريحت في الدار هذه يومين، دخل لها من هنايا. بقات لي شي نص ساعة كنتسنى داك الطوبيس باش يجي يديني من هنا. صباح بالليل كنت مشي على العافية هنايا، ما كان البرد، كنت مريح هنا على برا. ايوا هي الدار، كنت مريح في هذه الكوزينه ديالها. هذا كيشعلو، هذا واقيلا كيفهمشو، كيسخنو بيه بحال الشيمينية، ولكن تحت تما عشان باش واحد يطيب. شوفو عندهم الياجور قداش هنا، هو كبيرة. دي شوية ديال الحديد. أنا الواحد فيني غير هو كيجمع حوايجي باش نمشي نكمل الطريق، وما الحوايج غنبقى غادي ونقص عليا في الطريق، فهمتي؟ غنبقى بشي حاجة قليلة غادي ونقص عليا في الحوايج. دخلت للبيرو ما ركبتش الشيكار، اغلبيه عندهم غير الترونسبور هذا، كيقولوا لهم ما يوقع ميني باك وقع لك.
عندهم غير الترونسبور هذا اللي شفت في حد الساعه من نهار دخلت للبيرو باقي ما ركبتش في الشيكار. بالنسبه للحدود شعب بوليفيا مع شعب بوليفيا مع البيرو من الحدود دخلت منهم انا دي صواليرو هذوك دابا كيسدوهم دابا دوك الناس اللي كيديروا المظاهرات سادينهم دابا وكيفتحوا كيفتحوا الطريق باش يدخلوا الرموكاج والناس زعما تشد شي شيكار مثلا باش يديك لشي مدينه اخرى كيفتحوهم من 15 يوم 15 يوم انا بقيت تما دخلت نهار الاثنين خرجت منها نهار السبت هذا فتحوا الحدود هذا فتحوا بون هذا حي خلاو الناس يسافروا بحال دابا اللي بغى يدخل دابا من تمايا خاص يدير باب الحساب هذا كيبلو مبلوكي الطريق تمايا ما يخلوكش تدوز ها يخلوك تدخل البيرو ياك ولكن من البيرو باش تبغي تسافر تاكنا ولا تسافر ليما خاصك تسنى واحد 15 يوم تمايا ولا سيمانه على حساب الوقيته اللي دخلتي فيها هذا باش تقدر تسافر هذا باش تقدر تكمل الطريق تاكنا هادي بدينا كندخلو للمدينة تاع تاكنا كيما كتشوفو على برا في المدينة هنايا كنقول الفيرما تاع الدجاج الفيرما تاع الحلوف ماما عندينا راه شنو نقول لكم بحال جات في الصحراء المدينة هادي وصلنا مدينة تاع طاكنا كيف ما كتشوفو جات فيها بحال في الصحراء دايرين بها غير دوك الجبال تاع الرملة والمدينة هادي قالوا لي فيها البحر غير هو بعيد على المدينة بشي ساعة في الطريق كما كتشوفوا ما كاينش فرق ما بين البيرو وبوليفيا حتى كيجوني بحال بحال ما كتحسش براسك انك راه خرجت شي بوليفيا كتحس براسك مازال بحال مازال باقي في بوليفيا هما الدراري انا وصلت دابا البلاصه فين غادي نبات اليوم غير هي القضيه انا في البيرو القضيه غاليه بزاف وهنا بخصوص هذه اللي انا فيها في طاكنا الهوستال غالي انا ما غاديش يسلكني هاد الهوستال انا المهم تلاقيت واحد الدري مغربي هنايا عند واحد المحل وقال لي المهم شوفوا شي بونجا نشري شي بونجا باش نولي نبات تما ان شاء الله هاد الدراري بس هنايا شوف شحال الوقت شي سيمانه وزيد نكمل الطريق ليما دابا نايت فيها الفيضان صبات فيها الشب بزاف وفيها الفيضان بزاف ما عرفناش الطريق واش دابا كاين الليل هادشي اللي كاين المهم دراري تنصور لكم شي فيديو اخر ان شاء الله ونتلاقاو في شي فيديو ونقول لكم السلام عليكم المهم هذيك الباس اللي كاين المهم هي هذي المهم هذي الشارع علاش كاين كاين كاع اوطيلات هذي اللي كاين كاين دوك السناكات ديال الماكلة تما ديال بيرو مدينة تاع طاكنو